يواصل الحوار الوطني جلستيه المتخصصتين حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتتناول الجلسة الأولى مدة بدائل الحبس الاحتياطي، فيما تتناول الجلسة الثانية موضوعات تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الخاطئ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وبحسب مجلس أمناء الحوار الوطني فإنه من المقرر أن يتم رفع توصيات تلك الجلستين فور انتهائها إلى رئيس الجمهورية. تحدثنا بصفتي النيابية وبصفتي رئيسا لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن ما تم من أعمال خلال الفترة الماضية فيما يتعلق في مجمل قانون الإجراءات الجنائية والمتضمن لمادة الحبس الاحتياطي. على مدار 14 شهر تم عقد سلسلة لقاءات وتم مراجعة ما يقرب من 500 أو ما يزيد عن 500 مادة متضمنة في المشروع الجديد. هناك توجيه من السيد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ويمكن هذا ما جاء على لسانه في الجلسة الختامية لأعمال دور انعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني الذي أشار فيه أن في بداية شهر سبتمبر 2024 سيكون هناك متابعة لأعمال أو رفع منتجات أو مخرجات اللجنة الفرعية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، ما بالإضافة إلى هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان لمراجعة هذه المواد المتضمنة في القانون. الاقتراحات كلها اللي اتقالت كانت مهمة وضرورية، في إجماع على أن الحبس الاحتياطي مشكلة، في إجماع على إزاي أن احنا نقدر نحل هذه المشكلة، أن احنا نخلي في مدد بينية لإنهاء القضايا، نقلل مدد الحبس الاحتياطي، نعوض المضرورين. اتقال كمان اقتراح قاله السيد محمد أنور السات وأيده عدد كبير من السياسيين الموجودين، هو تبييض السجون، يعني الإفراج عن كل واحد مضى عليه سنة في الحبس الاحتياطي ولم يؤدي في قضيته يجري الإفراج عنه سنة على الأقل، نسأل سنتين نسأل سنة. كالأول الجنايات في محكمة النقض ومحكمة الإحالة ممتدة بدون حد أقصى، خليناها حد أقصى سنتين أو اقترحنا تبقى حد أقصى سنتين، وباقي الأمور يعني الجنح كانت 6 شهور خلينا 4، الجنايات كانت 18 شهر خلينا 12 وهكذا. التخفيض ده مهم جدا عشان المتهم مدد الحبس الاحتياطي تبقى مناسبة للتهمة اللي هو منسوبة إليه، يعني حاجة إيجابية الحقيقة، ويوم أنا بعتبره يعني يوم تاريخي في الديمقراطية المصرية. النهاردة طبعا هيتم الخروج بتوصيات اللجنة التشريعية، هتبدأ عملها لسه في شهر أغسطس، هيكون هذه التوصيات محل اعتبار كبير لدى اللجنة التشريعية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولأنه ده بنعتبره كبرلمان التزام علينا إن احنا نلتزم بتوصيات الحوار الوطني، لأنه خرج نتاج مناقشات كبيرة جدا، وناس قامة وناس قانونيين وناس حقوقيين، وهذا الأمر لابد أن كل وجهات النظر والآراء وما ينتهى إليه الحوار الوطني هيكون محل اعتبار لدى المشارع في الفترة القادمة إن شاء الله. على مدار عملي في لجنة العفو الرئاسي منذ عام 2016 ودائما يعني كنا بنلقى يعني تماس مباشر مع مسألة الحبس الاحتياطي باعتبارها من المسائل المتداخلة مع عمل لجنة العفو الرئاسي ومع المحبوسين احتياطيا، وبالتالي وصلنا إلى نتيجة إلى ضرورة معالجة الحبس الاحتياطي بما ينعكس بمزيد من المساحات للقدرة على تقليل استخدام الحبس الاحتياطي ووجود بدائل مناسبة لي. وتعددت الآراء، منها الاحتجاز المنزلي، منها استخدام وسائل وبدائل مختلفة. أيضا من المهم الحديث حول وجود تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي بالنسبة لمن يثبت براءته.